السلام عليكم، فيصل بخير امور وين فيديو جديد ومناقشه جديده لاحد حلقات مسلسل واتش اف. كيف ما قلت لكم في مراجعه الحلقه الاولى بالمهم مسلسل ديال واتش اف، مسلسل ديال واندا فيجن، الفيلم ديال سبايدر مان نو واي هوم، كذلك الجزء الاول ديال الفيلم ديال دكتور سترينج. هذا الباكج كامل خاص ضروري تشوفه قبل ما تشوف الفيلم ديال دكتور سترينج انتو ذا ميرتيفيرس اوف مادنس. علاش؟ لان مارفل طلعت واحد البوسيبيليتيز واعرين وغير متوقعين في المسلسل ديال واتش اف. يعني هذا المسلسل فيه شي افكار مجنونه يمكن نشوفوا بعضها في الفيلم ديال دكتور سترينج القادم، او شي حوايج غنشوفوهم من بعد الفيلم ديال دكتور سترينج. بما ان الفيلم او المسلسل ديال واتش اف وكذلك الفيلم ديال دكتور سترينج ميرتيفيرس اوف مادنس تدوي على شي حاجه سميتها العوالم الموازيه، يعني نقدروا نشوفوا شي حوايج محتملين طراو في الساقه الاولى اللي تتعلق بالانفينيتي ستونز، يعني موازيه الاحداث اللي حنا اللي شفناها على طول لمده ديال 10 سنوات اللي بدات مع ايرون مان وسالت مع الفيلم ديال اند جيم. وكيف ما تنقول لكم ديما وديجا اللي قلت دابا، خاص ضروري اي واحد باغي يتفرج شي فيلم او شي مسلسل خاص ضروري يشوف الساغا اللي ولات تتعلق بالانفينيتي ستونز، بدات مع ايرون مان وسالت مع الفيلم ديال اند جيم، ابار افلام اللي صدروا عاوتاني من بعد هاد الساغا هادي والمسلسلات كذلك، واللي منهم المسلسلات اللي غتلقاو في القناه وتلقاو المراجعه ديال كل مسلسل وكل فيلم تقريبا ابار ايترنالز اللي قريب ان شاء الله ندير لهم مراجعه. المهم الحلقه الثانيه ديال وات اف كانت واحد الاهداء للراحل شادويك بوس مان اللي هو اللي ادى الفويس اكتينغ للكاركتر ديال تشاتشالا في الحلقه الثانيه ديال وات اف، واللي كانت تتركز على تشاتشالا بصفه عامه واللي عطاتنا واحد البوسيبيليتي رائعه. ماذا لو البرنس تشاتشالا او الكينج تشاتشالا اصبح هو لورد ستارك في بلاصه بيتر كويل؟ معلش لا، وان تشاتشالا اللي هو لورد ستار حاليا في الحلقه الثانيه يحبس ثانوس من انه ينفذ الاباده الجماعيه العشوائيه باستخدام الانفينيتي ستون. صح نقول لكم حاجه وحده، تبغوا ما يركزوا مزيان بيكوز اتس غانا بي ريلي ريلي اوسم، ونخرجوا بزاف ديال ديتاي من الحلقه. 3 Hello secret camera. Reality. It's changeable. Where you want to be? That's the question, isn't it? Every universe is different. Each one unique. The name's Captain Carter. Scheiße! I am the Watcher. I observe all that transpires here. Journey to face the unknown and ponder the question. What if? دفع الفضول وحب المغامرة والتحرر الأمير تشاتشالا للهروب من واكاندا مع توفر الوقت والمكان الخطأ باش دار واحد السفينة ديال النهابون فضائية تتوصل للأرض وتخطف ذرية المخلوق السماوي إيغو، ولكن في هذا الكون الموازي يونظو يخطأ من جديد في تنفيذ المهمة اللي وكل ليه إيغو ويخطف الأمير ديال واكاندا بدل المي بيتر كويل كيف ما شفنا في الفيلم ديال جاردينز أوف ذا جالاكسي فوليوم 1. مقارنة من الأحداث اللي شفنا في الأفلام بجوج ديال جاردينز أوف ذا جالاكسي، شكون اللي تيجي يونظو تياخذو من كوكب الأرض؟ ياخذ بيتر كويل. بيتر كويل هو الإبن ديال إيغو، إيغو حنا اللي عارفين هو اللي صيفط يوندو باش يجيب ولده، حيتاش ولده عباره عن نصف اله، لانه بيتر كويل عنده واحد القدرات الهيه بحاله بحال باه ايغو، ولكن كيف ما عارفين ايغو حنا باغي يرجع ولده من كوكب الارض فقط باش يستغل القدرات اللي عنده في الدم ديالو باش اكتيفي داك النبته اللي خلى في كوكب الارض باش يتم قضاء على كوكب الارض باش يبقى ايغو اله تقريبا على حسب ما فهمت مزيان، او باللي غيقتل بيتر كويل، هادشي اللي خاصو يطرى في الاحداث ديال الفيلم ذا جاردنز اوف ذا جالكسي. مي هادشي ما طراش ويوندو شكون اللي جاب من كوكب الارض؟ جاب تشاتشالا برنس اوف واكاندا. يوندو قال برنس تشاتشالا في المود ديال المغامره والحياه خارج واكاندا، داكشي علاش تشاتشالا استغل الفرصه وبقى مع يوندو وفتح ليه المجال باش يستكشف الاكوان، وتشاتشالا هو اللي غيولي لورد ستار في الفيلم ديال المسلسل ديال وات اف. هادشي بطبيعه الحال اللي غيغير في العوامل ديال الشخصيات بحال تانوس بنت تانوس وشخصيات وحدهم اخرين ديجا تعرفنا عليهم في الساغا ديال الانفينيتي ستونز. الحاجه غنبداو بها هي الاوبننج اللي جمعت ما بين المسلسل الحلقه
الحلقه الثانيه ديالو ديال واتش اف. كذلك مع الفيلم الاول ديال غاردنز اوف ذا جالاكسي، المشهد اللي غيدخل فيه لورد ستار اللي عارفين حنا في غاردنز اوف ذا جالاكسي مع تشالا، مشهدين بجوج تماما مطابقين. ما التغيير كان غير في الموسيقى ديال السبعينات اللي ديما بيتر كوير كان تيتصنت ليهم. جيو لنا الستوري بورد الثاني اللي تيتعلق بالجرافيتي تراب. حنا كيف ما عارفين في فيلم ديال غاردنز اوف ذا جالاكسي بيتر كوير تيستغل ديك الجرافيتي تراب باش يجرد ديك الكره اللي كانت فيها الحجر ديال القوه. مقارنه مع الفيلم المسلسل ديال واتش اف تشالا تيستغل ديك الجرافيتي تراب ولكن شادو في يديه تيجر الكره ولكن كذلك تيستغلها كسلاح. تنساوش كذلك الرياكشن ديال كوران ولا ما عرفت سميتو بحال هكا، المهم ديك الجندي اللي كان خدام مع راني اللي شفناه في غاردنز اوف ذا جالاكسي فوليوم 1 فاش شاف لورد ستار. I'm just a junker man, I was just check us out. Hey, you know what, there's another name you might know me by. Star Lord. Who? Star Lord, man. Legendary outlaw? Just an ordinary junker. But there is one name you may know me by. Star Lord! I'm a huge fan of your work. تقريبا جميع الشخصيات اللي داروا الفويس اوفر لهذا المسلسل تقريبا هما نفسهم اللي مثلوا الدور ديالهم، لانه هذا الممثل هذا اللي بينت لكم المشاهدين ديالو بجوج هو اللي مثل عاوتاني الفويس اكشن للدور ديالو في المسلسل ديال واتش ايت. هذا الاسقاط كان عاوتاني زوين، هو ديال الانحناء فاش كان تيسول زعما ستار لورد باش ينحني ليه ولا لا، كان واحد الاسقاط زوين باللي هذا المشهد هو نفسه شناه مع بروس بانر في فيلم ديال انفينيتي وور فاش كانوا جاوا الواكاندا وتلاقى مع تشالا وقال زعما ضروري خاصنا ننحني ليه. Should we be bowing? I feel like we should be bowing. I mean, unless we should be kneeling. Neither is necessary. Please. Should we bow? Yeah, he's a king. What are you doing? We don't do that here. If we still made like the old days, you'd only have half of your team. الاسقاط اللي دار ما بين تشالا وما بين ياندو كان على السنان ديال ياندو في الفيلم ديال غاردنز اوف ذا جالاكسي، لان في الفيلم كان اغلبيه ديال السنان ديالو فيهم سنان ديال الدب، مقارنه مع الانيميشن سيري فالسنان ديالو كانوا نورمال عاديين وفي بلايصهم. الجمله مهمه تقول للمراقب او الواتشر في اللحظه اللي تشالا تخرج فيها من واكاندا باللي القدر عباره عن واحد المعادله. What you call destiny is just an equation. A product of there. Follow me. Enter the multiverse of infinite possibilities. Where the stories you thought you knew are nothing like you remember. No treasure is worth as much as the good. بطبيعة الحال تيجيبنا باللي هاد ذا واتشر هذا يمكن تستغل التي في اي اللي مسيطر عليهم الباقي في القصر ديالو في السيتيدل كانترفيس كواجهة للتحكم ديالو في الزمن او في التدفق الزمن و خطوط الزمنيه. هنا شي تجيبنا الباقي اللي تعرفنا عليه كما قلت لكم في السيتيدل في نهايه الزمان والوقت بصفه عامه، يعني تيستغل المات لان يعني في الباك جراوند كان مريح لوكي كانت واحد تصبروا فيهم واحد المعادلات، ويش مينز باللي داكشي اللي تيقوم به الباقي هو نفسه اللي قال دابا في هذه الجمله ذا واتشر باللي الزمن عباره او القدر عباره عن واحد المعادله، يعني كاين واحد اللي تيتحكم في داكشي كامل اللي تيطرى في الزمان كيف ما بغى يكون في اي كون. You saved my home world from a Kree invasion. Let us take a picture. تشالا تشالا تيعتق الموطن ديال دراكس. دراكس كيف ما عارفين احنا الموطن ديالو كله ماتوا، العرق ديالو كله ماتوا حتى مرتو وبنتو على يد الرونين. نوبيلا نوبيلا تعرفنا عليها هنا في هذه الحلقه بكامل الجسد ديالها، يعني كامل الجسد ديالها عضوي ابار عينيها اللي وقالها غتكون اليه. مقارنه مع الافلام بجوج ديال غاردنز اوف ذا جالاكسي نوبيلا كامله عباره عن سايبورغ بسبب ان الوالد ديالها كان تيفككها كل ما خسرات ضد اختها. برنس تشالا تخبر نوبيلا باللي الوالد ديالها طانوس حاليا عباره عن غارديان وباللي هو تيزرع المحصول ديالو بحال الاسقاط اللي شفنا في اند جيم باللي هو تيزرع. نوبيلا تتخبر ستار لورد تشالا بواحد الخطه حول الحصول على الجمرات التكوين. في اللحظه اللي تخبر فيها في الخطه تتسمع واحد في الباك جراوند واحد الميوزيك ديجا سمعناها في الفيلم ديال انت مان. I was at a wine tasting with my cousin Ernesto. It was mainly reds and you know I don't love reds man. You know but there was a rosé that saved the day. It was delightful. النباتات اللي دويش عليهم نابيلا ديال جمرات التكوين وقيل هو نفسهم اللي استعملوها في الفيلم ديال ايترنس فاش جاو ايترنس كوكب الارض باش يقوموا بزرع الحصاد وهادشي كامل على حساب ما قريت كما قلت لكم باقي ما تفرجش في ايترنس. وهادشي بطبيعه الحال تجيبنا الفكره ديال طانوس حول الاباده الجماعيه اللي قام بها على الكون كامل او نص الكون، بما ان هاد النباتات كاينين واستطاع كل شيء يعيش في سلام وهناء وتوفر الماكله وتبقى التنميه البشريه غاده وتتزايد عادي نورمال بما ان كاينين هاد النباتات، يعني هذيك الهدف ديال طانوس علاش كاين بما ان هاد النباتات كاينين. شكون هو الشر
الشرير في الحلقه الثانيه من واتش اف هو الكوليكتر. الكوليكتر احنا تعرفنا عليه في الجاردنز اوف ذا جالاكسي الاول، وتعرفنا عليه في افنجرز انفينيتي وور، وفي المسلسل في الافلام بجوج كان عنده جوج الاحجار الازليه، كان عنده حجر الواقع ورياليتي ستون، وكان عنده كذلك الباور ستون. يعني كان عباره عن شخصيه قويه مقارنه بثانوس في الافلام. مي في الحلقه ديال واتش اف طبيعة الحال الكوليكتر هو اللي كان الشرير ديال هذا الكون مقارنه مع ثانوس في الام سي يو الافلام ديال الافنجرز. Present to you, Tanalir Tivan, the Collector. Oh, my dearest Nebula, aren't you a sight for a sore eye? Forgive me, I couldn't help myself. كارينا تتقدم لنا الكوليكتور، ولكن في ذلك اللحظة ديال التقديم كان واقف قدام واحد الحاوية. ديك الحاوية فيها واحد القرن. ديك وحيد القرن ديجا شفناه في الفيلم لايف اكشن ديال بلاك بانتر اللي كانوا استخدموه في معركة ضد ولد عم بلاك بانتر. واحد المشهد ظهر على السريع، ظهرت فينا واحد فيه واحد الشرنقة ذهبية، هي نفسها اللي ظهرت معنا في الفيلم ذا جاردنز اوف ذا جالاكسي فوليوم 1 في البوست كريديت سين. على حسب ما قريت باللي كان غيقدموا فيها الشخصيه ديال ادم وولكر، على ما اظن من اقوى الشخصيات في العالم ديال ام سي يو. مي التقديم ديالها كان في الجزء الثاني ديال جاردنز اوف ذا جالاكسي في البوست كريديت سين، اللي غيقدموا فيها احد المخلوقات الواعره، ويمكن نشوفوه في الجزء الثاني ديال جاردنز اوف ذا جالاكسي. واي نوت البطة هاورد ديجا تعرفنا عليه في الجزء الثاني ديال جاردنز اوف ذا جالاكسي مع نفس الحوار اللي قال في المشهد ديالو في المسلسل اللي حتى في الفيلم. كوزميك فلورا داون ذا هول تيك ا لوي The Frost Giants, a hard Ralph at the Cronin's. You're gonna see a sign for Elvish literature? Ignore that. Total snooze. Screw it. You know what they say. When you're out of luck, always go duck. I'm pretty sure no one says that. Oh, they say it. Really? Don't you know what they say? You're out of luck until you've gone duck. هاورد البطة تعاون تشالا باش يلقى دوك الجمرات ديال التكوين، وهما غاديين باش يوريه البلاصة تتلقى بواحد البار باش يريحوا فيه ويشربوا فيه. ولكن شكون تقدم المشروب هو عبارة عن واحد الآلي اللي ديجا وشناه في الفيلم ديال الجزء الثالث ديال تور راغناروك، فاش داك الآلي قدم المشروب ديك خيتي من الفالكاري. تشالا وهو هربان تيدوز من واحد البلاصة في واحد المركبات فضائية. دوك المركبات ديجا شفناهم في شي بلايص خصوصا في الأفلام ديال الإم سي يو، ومن هاد المركبات كاين المركبة ديال جراند ماستر اللي تعرفنا عليه حنا في الجزء الثالث ديال راغناروك. تور راغناروك. بطبيعة الحال هذا جراند ماستر هو من أقدم المخلوقات التي تواجد في الكون، هو أخوه ذا كولكتر. المركبة الثانية اللي نتعرفوا عليها هي المركبة ديال كوانتم ويلم اللي ديجا حنا شفناها في الفيلم ديال أنت مان الجزء الثاني اللي استعملوها باش يدخلوا يجيبوا موت البطالة من العالم الكمي أو الكون الكمي. ولكن تبقى السؤال، حنا تندوي هنا على 2008، يعني كيف ما قلنا تشاتشالا في 88 تختطف، يعني دازت 20 عام كما بينا في الحلقة، يعني هذاك الوقت 2008 الله دار معنا ايرون مان توني ستارك، يعني ديك المركبه شنو تدير فيك التوقيت الله اعلم. المركبه الصفراء ستار بلاستر اللي ديجا تعرفنا عليها في الجزء الاول كذلك ديال جاردنز اوف ذا جالاكسي، يعني من طائرات ديال الكتيبه ديال الكوكب ديال نوفا. وهنا كذلك تظهر معنا المركبه ديال نكاريو كرافت على ما اظن اللي كانوا تيستعملوها الجنود ديال السكاريان التابعين للرونين اللي كانوا تحت وطاه ثانوس، وهي كذلك المركبه اللي استعملتها نابولا باش تدخل بها في ثانوس في الاحداث ديال انفينيتي وور في الكوكب ديال ذا تايتن. لكن اللحظه اللي قشعر بدني فيها هي فاش تسمع الطبول ديال التيم العام ديال الفيلم ديال واكاندا، وتواجد السلسله ديال تشالا، وكتشفنا المركبه ديال واكاندا واصله حتى تغلغلات في الكون بالاحرى، لانه كيف ما عارفين حنا واكاندا عندهم فايبرينيوم، عندهم ديك الجبل ديال الفايبرينيوم، يعني يمكن لهم يديروا شي حوايج اوسم، وحتى البوسيبيليتيز انهم يسرحوا في الكون. لكن اللحظه اللي ظهر فيها بوت تشالا كانت لحظه اوسم ومقشعره مع السكور ديال ذا بلاك بانثر اللي ديجا تعرفنا عليه حنا في اللحظه اللي مات فيها بوت تشالا في الفيلم ديال كابتن امريكا سيفل وور. My son T'Challa, crown prince of Wakanda, was abducted from Earth by an alien spacecraft. دار فيها القتال ما بين الكولكتر وتتشالا كانت اوسم، خصوصا اللحظه اللي خسخل فيها الكولكتر درع ديال من ديال كوركس على ما اظن عشير تور اللي ظهر معنا في الجزء الثالث ديال راغنارو. قاد دام على الديتيل صح. اللحظه الواعره هي فاش عرع على الاسلحه ديالو كامله وظهر ملينا كابتن امريكا الدرع ديالو عباد الله. ولا جينا حسبنا الوقت منطقيا تنقولوا هنا 2008، يعني 2008 باقي كابتن امريكا هو والدرع ديالو مكونجلين، يعني باقي ما عثرش عليه نيك فيوري. كذلك المطرقه ديال
كيفاش حصل عليها الله اعلم. الخنجر اللي تعرفنا عليه هنا في الجزء الثاني ديال تور اللي كان عنده ديك خونه من ما عرفتش من اين عالم، المهم هذاك الخنجر ديالو. كذلك الكاسك ديال هذا، وهذا حنا كيف ما عارفين هي الاخت ديال لوكي والاخت ديال تور، وهي القاضة فدعت يعني الالهه ديال الموت. كيفاش قضى عليها باش يحصل على الخوده ديالها الله اعلم، او قاعد شي باور عند الكولكتر. That woman has taste. A necrosword, courtesy of the Asgardian goddess of death. نجيو لاخر المشهد في الحلقه في الريستو ديال ديري كوين. انا ما اظن هو نفس الريستو اللي دار معنا في الجاردنز اوف ذا جالاكسي فوليوم 2 في البدايه ديال الفيلم. هو فهمت ما خدام بيتر كويل وتدار انه يباه ايغو باش يرجع مع الكوكب ديالو ويعرفوا على شكون هو والاصل ديالو. وهنا غتكون نهايه خايبه باللي ان كوكب الارض غيتم القضاء عليه كيف ما عارفين، لانه خاص السياق الزمني يبقى كفى ما هو. يعني بيتر كويل كل ما جاو كل ما جا ياندو وخادو وهو اللي ولا غاردز اوف ذا جالاكسي وعرف الحقيقه ديال بو هادشي كامل غيتم القضاء على بو، ما غيتمش تدمير كوكب الارض. مي في هذه الحاله هذه في هذه الحلقه الثانيه ديال وات ايف غيتم القضاء على كوكب الارض، هذا في خط زمني اخر. المهم يعني هذا هو كيف ما عرفنا باللي القدر عباره عن ماتش، يعني الوقت عباره عن رياضيات وشخص واحد هو اللي تيتحكم في هذا الشيء. وقيل هو واتشر هو اللي تيتحكم في التي في اي عن طريق ذاك الباقي ولا شي حاجه بحال هكا. المهم هذا الشيء اللي كاين. هذا الشيء كيف بالنسبه للحلقه الثانيه. سي ناكس تايم، بيس.